أهلا وسهلا فيكم من أي مكان عم بتتابعوني منه وبأي وقت عم بتشوفوني فيه. بتمنى فيديوهاتي تعجبكم، إذا عجبتكم ياريت تدعموني بلايك واشتراك. نبدأ الفيديو تبعنا بالصلاة على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وبحمد الله على جميع النعم اللي الله معطينا إياها. الحمد لله دائما وأبدا. اليوم بما أنه برد قررت أعمل معجنات سبانخ، فرح أعطيكم طريقتي بالمعجنات، طريقة سهلة وسريعة وكتير مضمونة، بتمنى أنها تعجبكم. أنا هون نخلت كاستين من الطحين بالمنخلة هاي، طبعا هاي الخطوة كتير ضرورية. بعدين رح أحط عليها نص كاسة زيت. طبعا كل العجينة بنعملها بنفس الكاسة اللي بلشنا فيها، ورح أحط كمان كاسة مي دافية. وكاسة حليب سائل دافية. الخطوة اللي بعديها رح أحط معلقة سكر كبيرة. ومنحط معلقتين من الخميرة. بنحط كمان معلقة خل. إذا المكونات اللي عندنا كتير سهلين، كاسة مي دافية وكاسة حليب سائل دافي مع نص كاسة زيت، بنحط معلقتين خميرة بمعلقة سكر بمعلقة خل. هذا اللي احنا هلأ عملناه، بحركهم كتير كتير منيح مع بعض، وبعديها رح أغطيها لعشر دقايق حتى نشوف، أو 15 دقيقة، بس بدنا نشوف الخميرة هل هي ناجحة ورح تختمر معنا ولا لا، ونكمل العجينة. هلأ بعد العشر دقايق إذا شفنا على العجينة طالع منها زي الفقاعات، معناته الخميرة ناجحة، منكمل. التكملة رح تكون عندنا 3 كاسات من الطحين. برضو برجع بعيد إنه لازم نستخدم نفس الكاسة. بعدين بنضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة ملح، وبننتقل للجزء الثاني اللي هو العجن. بنبلش نعجن فيها كتير كتير منيح. شوفوا ما احلى العجينة، ما شاء الله جد انها من هلأ يعني لسه ما تركناها ترتاح، ومن هلأ مبينة قطنية وكتير حلوة. هلأ بنغطيها وبنتركها تقريبا ساعة وبنبلش شغل فيها. بعد ما تركنا العجينة لمدة ساعة انها ترتاح، ببلش بقطع فيها. طبعا انا حاطة على الطاولة اللي هو زي مشمع الأكل، وحط عليه طحين. أهم خطوة بنجاح المعجنات إنه نقطعها ونتركها ترتاح بكل خطوة. يعني هلأ أنا رح أعملها كرات وأتركها 5 دقايق ترتاح على جنب وأبلش أشتغل فيها، وبعديها رح أحطها بالصينية وأتركها ترتاح شوي، بعدين أحطها بالفرن. طبعا هاي العجينة تنفع لكل أنواع المعجنات، جد بنصحكم إنكم تجربوها. يعني حتى العجينة بتضلها طرية لتاني يوم، المعجنات طعمهم فيها كتير رهيب.
أنا حشيتهم هنا سبانخ. أنا عاملة فيديو من قبل إيش خلطتي للسبانخ، وكتير لذيذة، موجودة عندي على القناة، بتقدروا تروح تشوفوها. وهيك عندي صارت أنا عم بشتغل قاعدة في المعجنات، عم بشكلهم، بتقدروا تشكلهم بأي طريقة بتحبوهم. وبعدين حطيتهم بالفرن وأكلناهم بهالبرداد، وعملنا جنبهم كاسة شاي، وما شاء الله طعمهم وملمس العجينة والشكل كتير كتير رهيب. بنصحكم انكم تجربوها، واكتبوا لي رأيكم بالكومنتات، وبتمنى انه يعجبكم فيديوهاتي. وشكرا.